هلا هنعمل شغلة تانية، هنعمل بقلاوة بالكاستر. هنعمل بقلاوة بالكاستر. أوكي. محتاجين لا عجينة كولاج، سمن، قديش كمية السمن؟ لا بلاش بلاش يعني طيب. بالنظر عشان أوكي. ما نو كوب مكسرات مجروشة نص، واحد كوب سكر، نص كوب مي. هاي بالنسبة للفطر. شو للفطر؟ للقطر. القطر معلش النظرة يعني الواحد مش شايف، ما هو الخط صغير. نص كوب مي ونص ملعقة صغيرة ليمون، والكاسترد محتاجين لثلث كوب سكر وربع كوب نشا واثنين كوب حليب فانيلا. بنذكر انه في عنا اليوم مسابقة، والسؤال بيقول امتى الاخبار رح تعرض على قناة رؤيا؟ امتى رح نبلش باول اخبار على قناة رؤيا، في اي يوم واي ساعة؟ احنا عايزين كوبايتين حليب. اوكي هنحط بس الاول. هلا انت سوخت السمنه؟ لا لا السمنه سيحتها عشان ندهن بيها البقلاوه، بس دلوقتي عايزين نعمل الكاستر. اوكي فهنحط كوبايه حليب. اوكي وبعدين هنحط معاها النشا. قديش قلنا كميه النشا؟ ربع كوب نشا. اوكي والسكر عندك تلت كوبايه صح؟ هنحط اقل من تلت كوبايه، هنحط بس معلقتين لان القطر هينزل على البقلاوه فما يبقاش حلو قوي. بس هو الكاستر ده اللي ممكن تعملوه مع التارت، مع كل الحاجات اللي بتعوز كاست، او حتى يتعمل لوحده وبيتاكل. فكل الحاجات اللي بتعوز كاسترد هو دي طريقه الكاسترد. حلو. طيب دلوقتي هنحط البيض. صفار البيض. اوكي بس صفار البيض؟ بس صفار بيض. اوكي لا ما بتصدق قديش في الكومنتس، قديش العدد. انتي نفسك تكسري يوم التلج صح؟ كسرتيه كتير، كسرتيه زمان. والله احذري قديش؟ مش عارفة. 955. لا بصي جسمي اشعر. والله جسمي اشعر. يعني الحمد لله معناها في نسبة مشاهدة عالية كتير. صح. طيب خلينا ده اسمعي خلاص احنا كل يوم خميس هديتين. يوم تاريخي كل يوم خميس هديتين. ان شاء الله. خلاص بصي حطينا البيض. مين معانا؟ أريج. اهلا يا أريج. معك أريج عمر. يا هلا يا أريج، كيف حالك؟ من سحاب. من سحاب اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، كيفك؟ انا بخير تمام. حابه تشاركي معانا؟ ان شاء الله. قولي لي شو الاجابه. بكره الساعه 7:30 المساء. ايش هو برنامج؟ برنامج شو يعني؟ برنامج. اكيد اريج قصدها الاخبار يا رندا، مش معقول يعني. اكيد اريج قصدها الاخبار صح يا اريج؟ اخبار. انا اول مره بشارك معكم، ما انتبهت كثير للبرنامج. معلش ما هو يعني انا هنا بهون عليك شويه العذاب اللي بتعذبه لكم. الله يسعدك. هذا ما تصدقيها مش عذاب، هو بس عشان يعني ناكد على الموضوع. التكرار يا علي بالشطار. بالظبط. نعم الاخبار اول مره بنبلش فيها من بكره الساعة 7:30 المساء. اوكي؟ ان شاء الله. خلاص تسلمي. بصي يا رندا شايفة ازاي بقى دلوقتي الكاسترد وريحته تجنن، وهو بصي اوكي؟ مشهي شكله. فاللي عايز يعمله في البيت هي دي الطريقة، وكتير ناجحة دايما الحمد لله. واللي عايز يجيبه جاهز نسبة فشلها قليلة، ما تفشلش طول، بدل بتقلبيها على طول مش هتفشل. تحطيه بالثلاجة؟ لازم تستعمليه يكون بارد، واللي عايز يستعمل الجاهز يستعمل الجاهز. يعني انا استعملت هنا الجاهز بس عشان السرعة. قديش احنا بدنا وقت لنخلص؟ ما احنا عندنا واحدة جاهزة، ما مش عايزين وقت كتير. اوكي إن شاء الله. خلينا ناخذ هذا الاتصال اذا. شو رايك تاخذي انت؟ مين؟ زهور. اهلا زهور، كيفك؟ شو اخبارك؟ كيفك انت؟ الحمد لله مستقيت لك. انا كمان. ايه اخبارك؟ الله يسعدك حبيبتي غادة، يسلموا ايديك ويعطيك العافيه. الله يعافيكي حبيبتي تسلمي. ازاي لما؟ الحمد لله بتسلم عليكي والله كثير. سلمي عليها كثير، الاجازه قربت اهو، لازم تجيبيها معاكي الانشطه بتاعتنا. ان شاء الله اكيد اكيد. كيفك رندا؟ انا تمام خير، كيفك انت؟ شو اخبارك حبيبتي؟ الله يسعدك. الحمد لله لك. الله يسلمك. قولي لي حابه تجاوبي؟ ان شاء الله. يوم بكره الجمعه الساعه 7:30 المساء.
اوكي يا زهور، اسمك دخل بالسحب، اهلا وسهلا فيك وان شاء الله تفوزي. شكرا، اهلا وسهلا. يا هلا. احزري كم؟ اكيد عدينا الألف. بالضبط صح؟ اوه شفتيني انا ام الافكار؟ انت ام الافكار. خلاص بصي احنا هنقطع دي ممكن نعمل منها صينيتين. احسن حاجه هنقطعها عشان ما نتغلبش كتير في التانية والكلام ده. ودي ممكن نعمل بيها صينيه تانية. اوكي، اول رقه هنحطه، مش هنحط عليه سمنه ولا حاجه في الصينيه، وهنحط الرقه بتاعت الجلاش كده. اوكي، وبعدين هنحط عليها نمسحها بالسمنه. تمام، اوكي، بعدين نحط رقه ثانيه. خلينا ناخذ اخر اتصال معانا لحلقه اليوم. معانا ام اشرف. ام اشرف صباح الخير. صباح النور حبيبتي. يا هلا، اهلا وسهلا فيكي. كيف صحتكم؟ احنا تمام، انت كيف حالك؟ والله الحمد لله نشكر الله. اهلا وسهلا. اعطيني الجواب يا ام اشرف. على 7:30 اليوم اول مره ان شاء الله. اليوم كل يوم بتقول لك كل يوم كل يوم كل يوم يا رندا. اعتبارا من انا اخت ناريمان، يبقى اعتبارا من بكرة بدل أختنا ريمان صح؟ عم بتغششكم غادة، ما بيصير يا غادة. حاضر يا رندا. أوكي أم أشرف، خلاص اسمك دخل بالسحب إن شاء الله حبيبتي. شكرا لإلك. النهاردة رندا أنا حاسة أنها قبل النظرة. يعني أنت كنت عايزة تطلعي نظرة؟ يعني ممكن. أنا وأنا بدي دروس الطبخ كتير بتأمر على اللي موجودين. والله بهزار طبعا، بقول لهم أنا كنت عايزة أطلع مدرسة ما طلعتليش فرصة، أقعدوا ساكتين. طيب لانه وضل معنا وقت غدا خلاص، فاحنا بس هنعمل كده. وبعدين دلوقتي هناخد الكاسترد البارد اللي عندنا. اوكي، وهنحطه هنفرده على البقلاوه. اوكي كده. انت هتسحبي الاول اسحبي انت، ايه رايك؟ انا حابه تسحبي انت. والله ما هو لو انا سحبت مين هنعمل البقلاوه؟ طيب بس انت اسحبي الورقه وانا بتقريها. بقراها. اوكي خلاص، حطينا يلا حطينا تخيلي 1263 كومنت. واو. والله هنحط شويه مكسرات بس على الكاسترد. الف مبروك لسماح. سماح اول مكالمه صح؟ سماح اول واحده اتكلمت. هي اول واحده حكت. اول واحده حكت سماح. سماح الف مبروك لإلك. خلاص وبنكمل. مبروك يا سماح. بس يا سماح كسبت ايه بالظبط؟ انت اللي بتقرري. لا انت اللي بتقرري، انت النهارده انت قبل النظره. لانه انت اللي جايب الجوائز. انت النظره. طيب نقول خليها تاخد هاي الكب كيك. اوكي طيب أوكي. وبعدين بنكمل برضه. مبروك لك يا سماح الكب كيك. بنكمل ال 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 الرقائق اللي عندنا لغايه ما بتخلص. وبالنسبه للفيسبوك هلا اعملي ريفرش. اخر واحد عملت. يلا هنشوف اخر واحد علق واعطانا الاجابه 1394. واو استني ما يبقى 1400 علشان نغزي العين. 94. وخلينا نشوف اخر واحد بكره 7:30 مساء. مشى شر فين؟ شربوفا فين هك؟ ميشا مشى شربوفا اسمها شكله من الاتحاد. ماشا شاربوفا. يلا كويس وسمها ماشا شاربوفا هي اللي فازت معانا بجائزه اللي ايش بتسميها انت هاي؟ هي بتعمل التتبيل مارينيتد سريع. مارينيتر. مارينيتر. اوكي اوكي الف مبروك لك ماشا شاربوفا. وبالطبع هيك بنكون وصلنا. لا لا لسه البقلاوه لسه اهي، بس بنقطعها بتدخلها الفرن على درجه حراره 180. اوكي بس تطلع من الفرن بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنسقيها بالقطر البارد طبعا. وده بيبقى طعمها، ورشينا عليها شويه جوز هند طبعا. اوكي وتمام خلاص هي كده خلصت. يسلموا ايديك يا غاده ويعطيكي الف عافيه. وهيك مشاهدينا بكون مشوارنا انتهى اليوم معاكم من دنيا يا دنيا. مواقعنا الالكترونيه عم تظهر على الشاشه عشان اذا حابين تتواصلوا معنا بمقترحات، حابين تشوفوا فقراتنا اللي فاتتكم اكيد تقدروا تتابعونا عبر اليوتيوب الخاص في برنامجنا. وبالطبع احنا حنكون معاكم يوم السبت القادم. زميلتي مايس نوباني ورندا عازر حيكونوا معاكم وحيعملوا لكم حلقه خاصه عن عيد الاستقلال اكيد باللي بيصادف مثل هذا اليوم 25/5. ان شاء الله نقول كل عام وانتم بخير وتحياتنا لكم. باي باي.